بتدور على حساب توفير تحوش فيه فلوسك ويديك أعلى عائد؟ إحنا في الفيديو ده هنقولك على أفضل حساب توفير موجود في السوق، مش هتحتاج عشان تفتحه غير 3000 جنيه. الكل دلوقتي بيدور على مكان يحط فيه فلوسه علشان من ناحية يحوشها ومن ناحية تانية يستثمر فيها ويحميها من ارتفاع التضخم، خصوصا مع الأسعار اللي بتطلع كل يوم. بس أكيد بتسأل نفسك فين أحسن مكان أحط فيه فلوسي علشان تاخد فايدة كويسة، والإجابة هي حسابات التوفير في البنوك. شوف يا سيدي، حساب التوفير مش مكان بس تحط فيه الفلوس وتنسى عليها والسلام، ده مكان بيخلي فلوسك تشتغل وتكبر مع الوقت. والجميل في حساب التوفير انه هيساعدك تحقق هدفك، سواء تشتري عربية او شقة او اي حاجة بتحلم بيها وحابب تحوش عشانها من الاساس، وده لانه بيعتبر من اسهل وأأمن الطرق لادخار الفلوس. طيب ليه دلوقتي هو الوقت المناسب لفتح حساب توفير؟ الحقيقة ان ده هو انسب وقت ممكن تحط فيه فلوسك في البنوك في حساب توفير، وده لان البنك المركزي ثبت اسعار الفايدة، وده معناه ان الفوايد على حسابات التوفير هتفضل عالية شوية، يعني فرصتك دلوقتي ذهبية علشان تكسب فلوس أكتر. طب يا ترى إيه أفضل بنك بيقدم حساب توفير في السوق؟ شوف يا سيدي، في البداية عندك البنك الأهلي المصري، وطبعا البنك الأهلي هو أشهر بنك حكومي في مصر وحاليا بيقدم عائد كويس على حسابات التوفير. فمثلا لو عندك من 3000 ل 5000 جنيه هتاخد فايدة حلوة بتوصل ل 5.5% شهري و 5.55% ربع سنوي و 5.6% نص سنوي و 5.70% سنوي. لو عندك من 5 ل 100000 جنيه الفايدة هتزيد أكتر وهتكون 8.5% شهري و 8.5% ربع سنوي و 8.6% نص سنوي و 8.70% سنوي. وأعلى فايدة هتكون لو عندك رصيد أكتر من 100000 جنيه، ودي بتكون 8.75% شهري و 8.85% ربع سنوي و 8.90% نص سنوي و 9% سنوي. أما بقى حسابات التوفير في بنك مصر فبيقدم عروض منافسة على حسابات التوفير، يعني لو فتحت حساب توفير عندهم هتلاقي عوائد مختلفة حسب قيمة الرصيد بتاعك، كل ما الرصيد زاد كل ما الفايدة زادت. والحد الأدنى علشان تفتح الحساب هو 3000 جنيه، وهو ده الحد الأدنى لاحتساب العائد. لو معاك من 3 ل 5000 جنيه هتاخد فايدة حوالي 6.75% سنويا، يعني كل سنة فلوسك هتزيد بحوالي 6.75%. لو معاك من 5 ل 50000 جنيه الفايدة هتزيد شوية، ممكن توصل ل 7% سنويا. لو معاك 250000 جنيه أو أكتر هتاخد أعلى فايدة ممكن توصل ل 8.5% سنوياً. ببساطة كل ما بتحط فلوس أكتر في الحساب كل ما الفلوس اللي هتكسبها هتبقى أكتر، وده معناه إن فلوسك هتزيد مع الوقت. عندك كمان حساب جولدن بلس من البنك العربي الأفريقي الدولي، وده العائد فيها بيوصل ل 23.5% حسب شريحة المبلغ، والحد الأدنى لفتح الحساب 50000 جنيه، ودورية صرف العائد ربع سنوي. كمان عندك حساب توفير ويل سيرفيس من البنك التجاري الدولي، وهنا بقى سعر الفايدة 17.5% حسب شريحة العميل وبتكون سنويا، والحد الأدنى لفتح الحساب 20000 جنيه ودورية صرف العائد ربع سنوي. قول لنا رأيك بقى في حسابات التوفير من البنك الأهلي وبنك مصر.